افندق انزل مكانك واتحرك. عم تحاكيني إلي؟ ايه طبعا عم بحكي معك. ليش في حدا غيرك؟ رقيب مصعب، حط الكلبشات بايده وشلحوا الموبايل. زين ولا زين ولا شباك وشباك يسكرني معك. لا تطول بالك، شو صار بالدنيا؟ خلاص ولا لا تحكي مع العناصر ولا كلمه. ها انت قد هالحكي هاد؟ شو قصدك؟ اسمع حبيبي، يا اما بتفك الكلبشات من ايدي فورا وبتتركني روح بحال سبيل ويا دار ما دخلك شر، يا اما انت شخصيا بتتحمل مسؤولية هالشي هاد. العمى بقلبك، عم تهددني انت؟ ايه سيدي عم هددك، لانه اذا دري بابا باللي صار راح يطربق الدنيا فوق روسكم. هيك لك. ومين البابا بلا زغرة؟ انا ابن ابو عروة. ابو عروة؟ ايه نعم ابو عروة. بفك هالكلبشات من ايدي احسن لك. ايه لا يا سيدي ما راح افكها، والقانون ما بيعرف لا ابن ابو عروة ولا غيره. ويكون بعلمك الايام اللي ببالك منها راحت حبيبي. هلا القانون بيمشي على الكل، الكبير قبل الصغير، هيك قال نقيب شاهر. ها نقيب شاهر؟ يا قسما بالله اذا ما خليته الرقيب شاهر انا ما بكون فادي ابن ابو عروة. معلم فادي، معلم فادي خير؟ ليش مكلبشينك هيك؟ شو بعرفني؟ اسأل الشباب الطيبة ليكن قدامها. عيب عليكن يا شباب تكلبشوه هيك؟ شو جنيتوا انتو؟ يلا يلا فكوا الكلبشات بسرعة يلا بلا مسخرة. وليش لحتى نفك الكلبشات بقى؟ العمى الحكي بهز البدان. بالظاهر انتو ما عرفتوا هذا ابن مين؟ ها؟ ايه مبلا سيدي عرفناه، بس الأوامر اللي معنا بتقول نشحطوا شحط على المخفر. تشحطوا؟ بسيطة، أنا رح أتصل هلأ بدورية المرافقة. ما في داعي يا بشير تتصل بحدا، اتصل بالبابا وبس. يا شباب لبين ما يتصلوا الأخ بالبابا اشحطوا لي على السيارة لشوف أعطوني مكان الحلاقة. يلا امشي بالرواق أحسن لك دخيل البابا. امشي غياس، غياس تعال هون سرعة، تعال هون شوف.